السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون يونت 9 ليسون 4. يلا نشوف الكلمات. هي الكلمات حبه صغيرين جدا جدا جدا، شويه ديفينيشنز وخلاص. يلا بينا. اول حاجه، انت بعد الشر عليك لما بيحصل لك اي اصابه او استعار اي حاجه، تروح للدكتور بيعمل لك حاجه اسمها ضماده. الضماده دي بالانجلش اسمها باندج. تاني، باندج باندج باندج، مره كمان باندج ججججج باندج. والدكتور بيكشف عليك بالسماعه بتاعته اسمها ستيثوسكوب. تاني، ستيثوسكوب. تاني، ستيثوسكوب. طيب، في اي عربيه او في اي مكان او في اي حته عموما بيكون حاجه موجود بوكس كده اسمه بوكس الاسعافات الاوليه، ده بنقول عليه بالانجلش فيرست ايد كيت. فيرست ايد كيت، فيرست ايد كيت. ده بقى بيكون فيه ايه؟ سرنجات، قطن، شاش، اي يعني مثلا اي حاجه تقدر تساعد اللي جات له اصابه او المريض ده لحد ما يجي له العلاج الكامل. فده بنساعده كده اسعافات اوليه. مثلا لو لا قدر الله اتعور، بنجيب الحاجات اللي في البوكس دي، القطن، ونمسح ونربط له باندج او وهكذا، حاجات كده لحد ما نوديه بقى المستشفى، لحد ما الدكتور يجي علشان يكشف عليه او يديله علاج. وهنعرف طبعا ده في الديفينيشن. طيب، الحقنه او السرنج اسمها سرنج 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 سرنج، والمريض اسمه patient patient patient، واقدر اقول عليها ill او sick. يبقى انت عندك ill و sick و patient patient، والثلاثه دول بمعنى مريض. طبعا الكمامه اسمها mask 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 mask. طيب، واي حد بيكون عنده بعد الشر اصابه في رجله بيديله عكازات بيمشي بيها. العكازات دي اسمها ايه؟ crutches crutches ك ك ك crutches crutches. طول ما انت شايف حرف السي بعديه حرف الار، اعرف ان حرف السي ده لازم يتنطق كي، لازم هو كده. زي الكلمه دي crutches crutches اللي هي العكازات، او crown crown، او crayons crayons. سي مع الار، اعرف ان السي دايما كي. والكرسي المتحرك اللي بيبقى الناس اللي ما بتقدرش تمشي بيقعدوا عليه اسمه wheelchair wheelchair ويل تشير. طبعا بيبقى فيه كده، عارف انت الجهاز اللي بيمشي فيه خط كده، بيقعد يمشي كده ويطلع وينزل، اللي هو لما بيبقى في المستشفى في الاخر المريض بيموت في الخط بيبقى ايوه اللي على السبوره ده. طيب، فالجهاز ده او الشاشه دي اللي بنقيس بيها نبض القلب اسمها مونيتور. هو عموما شاشه يعني مونيتور مونيتور، او ممكن اقولها مونيتور مونيتور مونيتور، الاثنين صح، بس عشان ما نصعبهاش خليها مونيتور مونيتور مونيتور. في شاشه بقى بنقيس بيها ضغط الدم، دي بنقول عليها ايه بقى؟ بص، بلاد بريشر. تاني، بلاد ب ب ب بريشر مونيتور. بلاد دم، بريشر ضغط، مونيتور الشاشه. يبقى دي الشاشه اللي بنقيس بيها ضغط الدم، او اللي بتعرض عندنا قياس ضغط الدم. بلاد بريشر مونيتور. طيب، كلمه صحه يعني هيلث 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 هيلث. والقلب ده اسمه هارت هارت هارت، ما تقولش هيرت لان هيرت يعني يجرح، دي هارت هارت كده. عندي عمليه التنفس اللي دي كده اسمها بريذنج بريذنج. ممكن تسمع ناس بتقول عليها بريثنج، خليها كده بريذنج بريذنج بريذنج. طيب، جرح بنقول عليه حاجات كتير قوي، بس اللي عندي في المنهج هنا النهارده اسمها كت 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 كت. ولو عندي لو في مريض عايز يعمل فحص او الدكتور هيفحص المريض، فبيقول عليه ان هو بيعمل تشيك 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 تشيك، او طبعا اكزامين، بس انا عندي هنا تشيك. ويحمي يعني بروتكت بروتكت بروتكت. بس يا سيدي، دي كانت الكلمات اللي موجوده، هم شويه كلمات صغيرين جدا. بعد كده هندخل على الديفينيشنز او التعريفات. يلا بينا. ما يلا بينا. اول تعريف عندي هو الباندج او البان اللي هي الضماده. تعال نعرف هو بيقول عليها ايه. بيقول لك هي a strip of material used to bind the wound، هو شريط من مواد معينه بنستخدمه علشان نربط بيه جرح، or to protect an injured part of the body، او ان احنا بنحمي بيه جزء معين من الجسم. يبقى انت لا قدر الله عندك مثلا اي جرح هنا كده، فبيتعمل لك عليه الباندج او بيعمل لك عليه الضماده علشان الجزء ده متعور، او عشان هتحميه من حاجه معينه. طيب، بعد كده عندي الاستيثوسكوب، هي سماعه الطبيب. ايه هي؟ بيقول لك ميديكال انسترومنت، هي اداه طبيه. ميديكال انسترومنت فور ليسننج، معمول عشان نسمع بيها. ها، تو ذا اكشن، ايه اللي بيحصل بالظبط اوف سام وانز بودي، ايه اللي بيحصل في قلب البني ادم. يعني الدكتور بيجيب السماعه يحطها كده على القلب ويقعد يسمع بقى، فيعرف هو ايه قلبه مضطرب، يعني قلبه مثلا بيدق بسرعه فتعبان، قلبه بيدق بالراحه فضعيف، قلبه بيدق بانتظام فكويس، فبنسمع بيه. The action
of someone's heart or breathing. تشوفوا التنفس بتاعه تمام ودقات القلب بتاعته تمام ولا لا من خلال الستيثوسكوب، من خلال ايه؟ سماعه الطبيب، ستيثوسكوب. طيب بعد كده عندي الفيرست ايد كيت، هو بوكس الاسعافات الاوليه، هو عباره على عن a box full of simple medical things. هو بوكس مليان باشياء طبيه بسيطه، مالها بقى؟ to give quick help، عشان تدي مساعده سريعه، to a sick or injured person، لاي شخص تعبان او اي شخص جريح متعور عنده تعويره او عنده جرح. وبعدين until حتى لحد يعني until full medical treatment is available، لحد ما يجي له العلاج الكامل اللي المفروض بقى الدكتور هيجي يكشف عليه او ايا كان. يبقى الفيرست ايد كيت هي بوكس مليان حاجات طبيه كتيره بنستخدمها علشان لو حد عنده اصابه او حد تعبان نديله منه اي حاجه مساعدة سريعة كده لحد ما يجيله العلاج الصحيح او العلاج الكامل اللي الدكتور هيكتب له عليه. بعد كده عندي السرنج، السرنجة دي مالها ايه؟ السرنجة دي تعرفها ايه؟ بيقول لك هولو تيوب، هي انبوبة مجوفة، اند نيدل يعني انبوبة ونيدل وابرة، انبوبة ونيدل مالها؟ يوز بتستخدم فور بوتينج، بنحط بيها فور بوتينج بنضع بيها ذا ميديسين الدواء انتو يور بودي في جوه جسمك. يبقى بنستخدم السرنجه بين الابره والانبوبه المجوفه، الانبوبه المجوفه بتحط فيها العلاج، تحط السرنجه دي او الابره تدخل في جسمك تحط اللي في الانبوبه ده جوه جسمك عشان تخف. ده تعريف السرنجه. بعد كده عندي الفيس ماسك او الكمامه، مالها؟ هي بروتكتيف ماسك، هو ماسك وقائي بنحمي بيه، بنحمي بيه ايه بقى؟ او بن كفرنج، بنغطي بيه كفرنج ها ذا نوز اند ذا ماوث، ذا نوز اند ذا ماوث. يبقى الكمامه بنستخدمها حمايه عشان نغطي بيها النوز الانف والماوث والمناخير، لان الامراض ممكن تنتقل من خلال الحاجتين دول، زي طبعا الكورونا اللي احنا فيها دي ربنا يعني خلصنا منها، بتبقى عن طريق التنفس والكلام ده كله، فبنلبس الماسك او الكمامه عشان ما نتصابش او ما يجيلناش العدوى. بس هو ده الماسك. طيب بعد كده عندي الكراتشز، الكراتشز دي يعني العكازات، هو تعرفها بيقول لي ان هي لونج ستيكس، هي عصيان طويله، وبعدين وذ كروس بيس، كروس بيس يعني قطعه شبه الصليب كده بالظبط، عامله كده علشان المريض يقدر يتحكم او ان هو يمسك فيها ويسند كوعه كده عشان يقدر يمشي. فبيقول لك هي لونج ستيكس وذ كروس بيس ات ذا توب ايتش، في التوب او في القمه بتاعت كل عصايه منهم، فاعلاها كده بيكون الكروس بيس ده موجود. وبعدين used as a support، بيكون معمولة علشان تدعم حركتك، طبعا انت عندك اصابة في رجلك فبتاخد بعد الشر عنك الكراتشز العكازات، فهي بتكون داعمة عشان تقدر تتحرك ها by a person with an injury or disability. injury يعني عنده اصابة في رجله، او لا قدر الله اتولد بالديسابيليتي باعاقة، فهو مولود كده فبيستخدم اللونج ستيكس دي او الكراتشز عشان يقدر يتحرك، ولان هو عنده اصابه في رجله ما بيقدرش يتحرك بيها فبيستخدم الايه؟ اللونج ستيكس او الكراتشز. طيب بقى كده عندي الويل تشير، الكرسي المتحرك او الكرسي اللي بعجل، بيقول لك هو اتشير كرسي فيتد، معمول بقى بايه؟ بص with wheels بعجلات. ليه بقى؟ for use by a person who is unable to walk، هو معمول للاشخاص او لشخص هو مش قادر يمشي فبيقعد على الكرسي ده والكرسي فيه عجل بيحركه في المكان اللي هو عايزه. As a result، لان ده كان ناتج عن ما هو مش قادر يمشي ليه؟ عشان ثلاث حاجات او حاجه من الثلاث حاجات دول. ايه هي؟ اول حاجه ممكن يكون عنده illness، مرض معين منعه ان هو يقدر يمشي. ثاني حاجه injury، يكون حصل لا قدر الله اصابه في حادثه معينه مثلا فما بقاش قادر يمشي، او disability او اعاقه هو اتولد بيها فمش قادر يمشي فبنعمل له الكرسي الويل تشير ده عشان يقعد عليه ويقدر يتحرك ويروح كل الاماكن اللي هو عايزها. بعد كده عندي البلاد، ها بلاد يعني دم، بريشر يعني ضغط، مونيتور يعني شاشه، يعني دي الشاشه اللي بنقيس بيها ضغط الدم. فبيقول لك هي ان انسترومنت، ممكن يقول عليها ا ميديكال انسترومنت، الاثنين صح، هي عموما اداه مالها؟ يوز بتستخدم في ايه؟ فور ميجرينج، لقياس او نحسب بيها ها بلاد بريشر، بلاد بريشر ضغط الدم، اور هارت بولز او نبض القلب. يعني الشاشة دي بنعرف منها القلب بيبقى كام نبضة في الدقيقة، وكمان بنعرف ضغط الدم مظبوط في الجسم ولا لا. بس كده، ده كان الليسن بتاع النهاردة، مفيهوش أي حاجة تاني غير الكلمات والديفينيشنز. أنا عايزك تعرف الكلمات كويس
وتفهم تفهم مش عارف تحفظ الديفينيشنز، عايزك تفهم الديفينيشن. لما الديفينيشن يتقال قدامك او تشوفه تبقى عارف ان الكلمه دي معناها باندج، ان الكلمه دي معناها سرنج، ان الكلمه دي معناها وهكذا. انت تبص على الديفينيشن تعرف الكلمه، تعمل الهوم ورك بتاعك وتجيلي في اللسن اللي بعد كده. يلا باي. السلام عليكم ان شاء الله السلام عليكم ان شاء الله ده هيكون يونت 9 ليسن 5. طبعا هنبص على الكلمات الاول، يلا بينا. طيب اول حاجه الاعشاب، وطبعا كل ام في اي بيت مصري اهم حاجه عندها الاعشاب والتوابل. اعشاب يعني herbs herbs herbs، وعلى فكره ممكن تسمعها في اكسنت ثانيه او في دايلكت ثانيه يقولها herbs herbs من غير الاتش، فعادي جدا ما تتخضش برضه صح. طيب كان في زمان الطب القديم ده ايام الفراعنه والكلام ده كله، عندنا بقى النهارده الطب الحديث ده اسمه مودرن ميديسن مودرن ميديسن مودرن ميديسن. اما الطب التقليدي المتعارف عليه بقى في كل التقليدي بقى اسمه تراديشنال ميديسن تراديشنال ميديسن تراديشنال ميديسن. هنعرف ده اكتر في الديفينيشنز وفي الريد اند ليرن. بعد كده عندي كلمه جراح، يعني طبعا زي دكتور مجدي يعقوب كده افضل مثال نقول عليه الجراح، يعني سيرجن. تاني سيرجن سيرجن، وده الشخص اللي بيقوم او بيعمل عمليات جراحيه لما لا قدر الله بيحصل لك اي حاجه وعايز تعمل عمليه فبيعملها لك الجراح سيرجن سيرجن. اما بعد الشر لما يكون عندك اي حروق في ايدك نتيجه ان انت تعرضت اللي هنعرفها في الديفينيشن برضه تعرضت للحراره او للهب فبيبقى اسمها بيرنز بيرنز بيرنز، مش شرط في الايد ممكن في اي حته تانية اسمها بيرنز 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 بيرن بيرن بيرن. اما الجهاز الهضمي اللي بيهضم الاكل بتاعك لما بتاكله اسمه دايجستيف سيستم، بالراحه دايجست دايجست دايجستيف دايجستيف، قسمها ثلاثة عشان تعرف تقولها دايجستيف سيستم دايجستيف سيستم. بعد كده عندي امداد الدم، يعني بنزود الجسم او بنمد الجسم بالدم او ان الجسم نفسه بيطلع الدم اللي جواه عشان يوديه في كل انحائه فبنقول عليها بلاد سبلاي بلاد سبلاي بلاد سبلاي، وده اسمه امداد الدم. بعد كده الجلد، الجلد ده اسمه سكن سكن سكن، اهو ده كل ده سكن، هنعرف التعريف بتاعه في الديفينيشن سكن سكن. بعد كده علم يعني ساينس 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 ساينس. اما النبات البردي اسمه بيبايرس بيبايرس بيبايرس، وده النبات كانوا بيستخدموه الفراعنه زمان علشان يكتبوا عليه، فهو ده كده اللي اتحل زمان كان في بيبايرس، النهارده بقى عندنا الورق والسكتشات والحاجات اللي بنكتب عليها دي، يبقى زمان كانوا بيكتبوا على البيبايرس نبات البردي. اما المصريون القدماء اسمهم ancient Egyptians تاني ancient، وبص بقى يا سيدي كل ما تلاقي حرف السي بعديه حرفين vowels، وايه هم الفاولز؟ هم الاي اي او يو اي كده كده قلت لك هندخل حرف الواي رخام، ما علينا. اول ما تلاقي الفاولز دي حرف السي معاها التو فاولز ورا بعض اعرف ان السي دي تتنطق دايما ش، دي اسمها ancient ancient Egyptians ancient ancient. طيب عندي النصوص القديمه اللي سابها لنا القدماء المصريين برضه او الفراعنه عن الطب وعن علوم كتيره اسمها الاولد تكست اولد تكست اولد تكست، مفيد او نافع اسمها يوسفول يوسفول يوسفول. بص ال ال ال. طيب كلمه فيكس بمعنى يثبت او يصلح الاثنين، ها فيكس فيكس فيكس. طيب كلمة مركز يعني منتصف، يعني مثلا لو دي بلد اللي ايدي دي بلد المركز بتاعها اهو في منتصفها اسمه center center center، ممكن اقولها center 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 على اعتبار يعني ان في الامريكان اكسنت انك لما تلاقي حرف ال N بعديه حرف T بنشيل حرف T، زي كلمة internet internet، زي كلمة international international، زي كلمة interview interview interview. طيب لو عايز اقول يدي نصيحه اسمها give advice give advice give advice. بعد كده عندي نبات الصبار، نبات الصبار اسمه انت عارف بقى كاكتس صح خدتها قبل كده، لا في بقى النهارده الو ايه لا مش مش لا هي اسمها الو، نبات صبار اسمه الو بس بص حروفها عامله ازاي الو الو. اما النعناع اسمه منت منت، وبالذات بقى عندي الصبار والنعناع عشان الفراعنه اتكلموا عليهم بيقولوا ان النعناع مفيد للجهاز الهضمي بيهضم كويس، اما الصبار بيجي بيستخدم عشان الحروق برضو بتعالج الحروق بشكل كويس، وهنعرف ده النهارده في الريد اند ليرن. بعد كده عندي هاني هاني عسل النحل، والفراعنه اتكلموا كتير قوي عن عسل النحل
هاني. طيب يعتقد بحاجة أو يؤمن بحاجة أو يصدق حاجة اسمها believe. تاني believe. believe على سبيل المثال يعني for example. تاني for example. في ناس ممكن تقول عليها for example تعدي وصح word فوق بس خليها for example اللي هو مثلا. هقول لك مثل يعني وتعمل بيدك كده اللي هو مثلا يعني، واهم حاجه دي عشان هي دي اللي بتدي المثل. طيب طرق اخرى بنقول عليها other ways. other ways other ways other ways. بس يا سيدي دي كانت الكلمات اللي موجوده في اللسن ده، يلا بينا نشوف الديفينيشنز بعد كده الريد اندر. يلا يلا. اول حاجه بيقول لك الهيربس او الاعشاب ايه تعرفها. بيقول لك هو اني بلانت، هو اي نبات ماله بقى، with leaves في اوراق، يبقى اي نبات ليه اوراق او seeds. seeds بذور يبقى اوراق او بذور. ها or flowers او ازهار، يبقى leaves seeds flowers. used for بنستخدمه علشان flavoring نحط طعم او نكهه يعني لاكل مثلا، او بنحطه على food او على طعام، او medicine او بنستخدمه عشان نجيب منه علاج معين، or perfume اي حاجه بنستخدمها في الاربع حاجات دي بنقدر نقول عليها herbs. herbs عشب. طيب بعد كده modern. modern يعني حديث. ما تعرفها ايه بقى؟ يقول لك relating to the present or recent times. اي حاجه ليها علاقه بالحاضر او بالاوقات اللي احنا بنعيشها حاليا بنقول عليها modern حديثه. اي حاجه ليها علاقه بقى بزمان بنقول عليها old، ولو زمان قوي قوي بنقول عليها ancient قديمه اللي هو من ايام الفراعنه. في بقى old ده اللي هو مش 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 قديم قوي يعني في النص كده، اما قديم قديم ancient. ancient بقى كده عندي traditional يعني تقليدي. بيقول لك relating to the past times هو شويه مرتبط بالاوقات الماضيه بزمان ملوش دعوه بدلوقتي، يبقى عندك modern عكسها traditional. traditional بعد كده عندي medicine الدواء او العلاج. بيقول لك a compound هو تركيبه or preparation او تحضيره مالها بقى used for the treatment بتستخدم للعلاج or prevention او لمنع، يا اما العلاج مرض يا اما منع المرض prevention of disease ده يعني medicine. يبقى توليفه او تركيبه او تحضيره بتعمل حاجه من حاجتين، يا اما بتعالج مرض معين يا اما بتمنع المرض اصلا قبل ما يجي. طيب بعد كده عندي السيرجن او الجراح. بيقول لك هو a medical practitioner. practitioner يعني ممارس للمهنه، يبقى هو ممارس للمهنه الطبيه وده السيرجن. ها ها a medical practitioner qualified مؤهل. ده مش اي حد، لا ده qualified ده شاطر ده مؤهل عنده الامكانيات مالها بقى to practice surgery. to practice surgery انه يقوم بالعمليات الجراحيه، يعني ده حد خطير جدا وخلي بالك ان ده مش اي حد، ده الجراحين دول ناس جامدين جدا. خلاص يبقى medical practitioner qualified اهم حاجه qualified مؤهل to practice surgery عشان يعمل عمليات جراحيه. بيقول لك بقى الدايجستيف سيستم ده ايه؟ بص بيقول لك ايه ذا سيستم ان يور بودي هو النظام اللي موجود في جسمك ماله. ذاتس ريسبونسبل المسؤول. ريسبونسبل يعني مسؤول. ذاتس ريسبونسبل المسؤول فور ذا بروسيس لعمليه مالها بقى اوف دايجستينج فود لعمليه هضم الطعام. يبقى بروسيس يعني عمليه. ها بروسيس اوف دايجستينج اللي هو هضم فود، يبقى دايجستينج فود هضم الطعام. يبقى هو النظام اللي موجود في جسمك المسؤول عن هضم الطعام من اول ما تحطه في بقك لحد ما تخرجه. طيب بعد كده بيقول لك البلاد سبلاي. البلاد سبلاي هنا او امداد الدم ماله ايه بقى؟ بيقول لك providing your body with the necessary. تاني providing يعني بيمد. بص providing your body بيمد جسمك بايه بقى؟ with the necessary amount of blood بالكميه الضروريه المهمه لجسمك. هو ده امداد الدم، هو اللي بيوصل لجسمك كميه الدم المطلوبه. طيب بعد كده عندي تعريف السكن. سكن يعني الجلد. هو الجلد ده بيقول لك ايه؟ ده thin layer هو الطبقه الرفيعه الرقيقه اللي موجوده على جسمك. ها ده thin layer of tissue. tissue او تسو دي يعني انسجه وبرده بمعنى مناديل، بس فكك خليها دلوقتي انسجه. ها of tissue مالها؟ forming the natural outer. بص outer خارجي، فهي بص outer او outer فهو الطبقة الرقيقة اللي مليانة من الأنسجة اللي بتغطي الشكل أو بتكون الشكل الخارجي للجسم بتاع الحيوان أو الإنسان. أهو forming the natural outer covering of the body الشكل الخارجي للجسم أو الشكل الطبيعي الخارجي للجسم of a person لشخص or animal أو لحيوان. طيب بعد كده عندي البيرنز أو الحروق. إيه تعريف البيرنز؟ بيقول لك an injury هي إصابة مالها بقى؟ caused by
ناجمه او تسببت او جت يعني من الاخر. الاصابه جت من ايه؟ بيقول لك باي اكسبوجر، من التعرض لايه؟ تو هيت اور فليم. يعني مثلا لو دي ايدي وهنا في فاير او فليم او حراره، وايدي دي لمست الفاير دي النار دي، هيحصل البيرنز. فالاصابه دي نتجت عن ايه او جت من ايه؟ من تعرض ايدي لناحيه النار او الفليم او اللهب او الحراره، هي دي البيرنز. اخر حاجه هي البابيروس، وده الورق البردي اللي كان الفراعنه بيستخدموه علشان يكتبوا عليه. فبيقول لك هو a material prepared in ancient Egypt، هو هي ماده كونوها او عملوها ايام مصر القديمه، او كانت موجوده ايام مصر القديمه. used in sheets، كانت بتبقى شيت الورق. used in sheets for writing or painting on، كانوا بيستخدموها عشان يا اما يكتبوا عليها يا اما يرسموا عليها. يبقى زمان كانوا بيرسموا او بيكتبوا على البابيروس. بابيروس يعني ورق بردي. وبكده نكون خلصنا الديفينيشنز، وعندنا الريد اند ليرن اللي هيشرح لك اللسن ده بيتكلم عن ايه. يلا بينا. بص يا سيدي، مديني القطعه دي وركز بقى معايا عشان هيكلمك عن الفراعنه كانوا بيستخدموا انهي اعشاب ايام زمان، كانوا بيعملوا بيها ايه. فبيقول لك what herbs، اي اعشاب did ancient Egyptians، القدماء المصريين او الناس اللي هم الفراعنه وكده، used to treat diseases، كانوا بيستخدموها عشان يعالجوا بيها الامراض. فبيقول لك كده doctors، الدكاتره and surgeons، والجراحين in the past، زمان في الماضي، used different، تاني use different medicine، كانوا بيستخدموا ادويه مختلفه to modern. فبص هنا الاستراكشر او التكوين ده، بص use different medicines to modern. هنا to دي اللي هو عن، ترجمتها استخدموا زمان ادويه قديمه عن اللي بيستخدموها دلوقتي. فدي to استخدام صعب قوي، to مالكش دعوه بيه بس انا بعرفه لك عشان تبقى فاهمه. لما بقول لك حاجه to حاجه، فبيقارن الحاجتين دول ببعض باستخدام تو، ما علينا. فبيقول لك تو مودرن وانز، وبعدين بيقول لك بات سام اوف ذير ايديز، بس بعض من افكارهم يعني بتاعت زمان بتاعت الفراعنه دي ار يوسفول توداي، لسه لحد النهارده مفيده جدا وبنستخدم منها بعض الحاجات. يبقى الفراعنه زمان كانوا بيستخدموا ادويه قديمه معينه غير اللي احنا بنستخدمها النهارده، بس دكاتره النهارده برضو بيرجعوا لبعض الافكار كده بتاعت الفراعنه اللي احنا هنتكلم عنها برضو النهارده، وبتطلع حاجات مفيده لسه من رغم الاف السنين لسه مفيده لحد النهارده. بعد كده بيقول لك we can learn about what ancient Egyptian did، نقدر نتعلم اكتر عن اللي الفراعنه كانوا بيعملوه زمان من حاجتين. from two of the oldest texts about medicine in the world، عن اقدم، بص الاولد تكست هي النصوص القديمه، فالفراعنه ليهم نصين قدام نقدر نتعلم من خلالهم. هقول لك هم النصين دلوقتي، هم اول واحد بتاع واحد اسمه ادوين سميث، مالكش دعوه بالاسماء مش هتفرق معاك في حاجه، ادوين سميث، والتاني اسمه ايبرز او ايا كان اسمهم برده مش هيشغلنا باي شيء. فدول الاولد تكست او النصوص القديمه اللي الفراعنه او ترجموهم او موجودين دلوقتي نقدر نتعلم من خلالهم هم كانوا بيستخدموا ايه من الاعشاب زمان يعالجوا بيها الامراض بتاعه النهارده. طيب اول نص بتاع ادوين سميث بيقول دي ادوين سميث بيبايروس، او النص البردي بتاع ادوين سميث بيقول هو اذا باوت سيرجري، موجود عن الجراحه. فبيقول دكتورز، ان الدكاتره ان انشنت ايجيبت، في مصر القديمه الدكاتره بتوع زمان بتوع الفراعنه مالهم، ها could do operations، كانوا بيقدروا يعملوا العمليات الجراحيه to help people، عشان يساعدوا الناس to get better، علشان ان هم يبقوا في صحه كويسه after injuries، بعد الاصابات اللي هم اتعرضوها. فبيقول they could fix broken bones، كانوا بيقدروا ان هم يصلحوا العظام المكسوره، ها and injuries، والاصابات to the skin، اللي كانت موجوده في الجلد. اما النص الثاني كان بيتكلم عن the Ebers papyrus، فبيقول gives treatments، كان يعني الاولاني كان عن الجراحه، خلي بالك عشان التكس ده عليه هوم ورك في الصفحه اللي بعدها لازم تحله، او يعني عادي هو تحله عشان تبقى انت فاهم الناس بتتكلم عن ايه، مش عشان تحفظه، ده مش مطلوب منك انك تحفظه، مطلوب منك انك تفهمه وتحل عليه. طيب النص الثاني بيقول the Ebers papyrus ماله، بيقول لك gives treatments، كان بيدي علاجات for lots of different diseases، لأمراض مختلفة كتير. فبيقول it talks about، هو بيتكلم عن how the heart، ازاي يعني ان القلب ده is the center، هو مركز of the blood supply، هو مركز امداد الدم، يعني القلب اهو هو اللي بيضخ الدم لجميع انحاء الجسم. فهو النص القديم ده بيتكلم عن ازاي القلب بيعمل كده. وبعدين
and it gives advice وكمان بيدي نصيحة أو نصايح about problems about problems عن المشاكل with skin اللي بتواجه الجلد البشرة. يبقى هو بيدي حاجتين، الأولاني كان بيدي عن السيرجي أو عن الجراحة، إنما ده بيدي علاجات لأمراض كتيرة وعن المشاكل اللي ممكن تصيب الجلد بتاعك. طيب وبعدين teeth والسنان وكمان eyes والعيون وكمان other organs وكمان الأعضاء التانية. يبقى النص القديم الأولاني بتاع إدوين سميث كان بيتكلم عن surgery الجراحة، وإن القدماء المصريين كانوا بيقدروا يعملوا عمليات يصلحوا بيها العظام المكسورة والإصابات، يقدروا يعملوا عمليات عشان يخلوا الناس كويسين. أما المنصوص الثاني أو النص القديم الثاني بيتكلم عن بيتكلم عن إيه؟ قول أنت. لا أنا مش هقول. هتقول؟ مش هتقول؟ هتقول. طيب بيدي علاجات لأمراض كتير مختلفة وكمان عن المشاكل اللي ممكن تقابل السكن الجلد التيث السنان والايز والعيون وكمان اي عضو في جسمك تاني، كانوا بيدوا العلاجات الموجوده في النص ده كانوا بيدوا علاجات عنه. طيب وبعدين بيقول لك some things اشياء كده that ancient Egyptian believed were very different، كانوا بيصدقوا في حاجات كتير قوي مختلفه يعني، but we use some of their، على فكره بنستخدم بعض الحاجات دي دلوقتي ها، some of their ideas in modern medicine. زي ايه مثلا؟ يعني ايه الحاجات اللي المصريين القدماء صدقوا فيها زمان واحنا لحد النهارده لسه بنستخدم الحاجات دي او مؤمنين بالافكار بتاعتهم؟ بقول لك فور اكزامبل، على سبيل المثال ها، they used herbs، هم كانوا بيستخدموا الاعشاب to treat some diseases عشان يعالجوا بعض الامراض. And we know today، واحنا النهارده نعرف that these can help، وده على فكره حقيقي يعني، هم زمان كانوا بيستخدموا اعشاب عشان يعالجوا بيها حاجات معينه، والنهارده احنا فعلا بنعمل كده. لما يبقى عندك امساك مثلا، ماما بتعمل لك كوبايه نعناع سخنه عشان تظبط لك الدنيا، فبيقول لك ايه ها، mint النعناع is good، كويس for the digestive system، كويس للجهاز الهضمي. حصل. ايوه انا ماما كل ما اقول لها بطني بتوجعني تقوم عامله لي كوبايه نعناع سخن. مامتك بتعمل لك كده ولا ما بتعمل؟ لا بتعمل لك. فاحنا لحد ام الفراعنه اللي قالوا عن النعناع كده، واحنا من زمان قوي لحد النهارده لسه بنستخدم النعناع لما بيكون عندك مشاكل في بطنك او في الجهاز الهضمي بتاعك. وبعدين ان الو، وكمان الصبار ماله، كان هيلب وذ بيرنز، مفيد كمان للحروق، اللي اي حروق بتاخدها. برضو في ناس لحد النهارده بتجيب صبار وتحط على الجرح او الحرق بتاعها وبيجيب نتيجه فعلا. الفراعنه دول عليهم حاجات غريبه. طيب وبعدين they also، وكمان مالهم مثلا، use honey، كانوا بيستخدموا العسل في ايه بقى؟ to treat infections، علشان يحاربوا او يعالجوا اي حد عنده عدوى، لان العدوى دي بيقول لك ان العسل اساسا في مناعه قويه جدا، فلما تاخد عسل وانت عندك عدوى جهاز المناعي بتاعك بيشتغل ويموت العدوى وتخف وتبقى زي القرد. بيحصل ولا مش بيحصل؟ ماما مش بتديك معلقتين عسل الصبح لما بتبقى تعبان؟ هي كانت بتديهم لي، بس انا بصراحه ما كنتش بحبه، كنت بضحك عليها، مش هقول عشان ما حدش، مش هقول ها. فبنقول عليها to treat infections عشان تعالج بيها الايه؟ العدوى. and skin problems، وكمان مشاكل الجلد. والساينس today، بالعلم بتاع النهارده، we know that، احنا عارفين honey can make some infections better. النهارده عارفين ان العسل ليه ادوار كتيره جدا في علاج العدوى والجهاز المناعه والكلام ده كله. بس يا سيدي ده كان الليسن بتاع النهارده، كلمات والديفينيشن والريد اند ليرن. تعمل الهوم ورك بتاعك وتجيلي في الليسن اللي بعد كده. سلام.